في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1897 عنصراً إجرامياً، ومصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وبحوزتهم 1042 قطعة سلاح ناري، من بينها 147 بندقية آلية و130 بندقية خرطوش و45 مسدساً و719 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 231 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4107 قطعة سلاح ناري بحوزة 3392 متهماً، من بينها جرينوف، رشاش، و524 بندقية و363 بندقية آلية و203 مسدس و3013 فرد محل الصنع، وعدد من الطلقات و484 خزينة، إضافة ل5221 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 62 تشكيلاً عصابياً، ضموا 228 متهماً، قاموا بارتكاب 498 حادث متنوع، كما تم ضبط 546 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 267 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 439 متهماً، كما تم إعادة 21 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,169,697 حكماً قضائياً متنوعاً، من بينها 8,759 حكم جناية، وعدد 660,766 حكماً جزئياً، و108,654 حكماً مستأنفاً، و 1,087,991 حكم غرامة، و 303,527 حكم مخالفة.